كذلك تحريات هيئة الرقابة الإدارية، أن السعي والتوجيه كان منذ البداية وباتفاق وتلاقي إرادة المتهمين كان على استخدام ذلك النوع من المواسير لهاثا منهم على ربح حرام واستخفافا بعواقب الأمور. ودليلنا على سعي المتهم الأول لتربيح باقي المتهمين دون وجه حق يتمحور في نقاط عدة اتفق عليها شهود تلك الواقعة من قبل المختصين الفنيين وحصروها في أوجه رئيسية كان أولها استخدام المتهم الأول لإرادته المنفردة في اختيار ذلك النوع من المواسير حتى يكون ضمن البدائل الداخلة في مرحلة التقييم والمفاضلة الفنية والمالية متزرعا بكونها ضمن الاختيارات المتاحة في الكود المصري. والسؤال الذي يثار هنا يا سيدي الرئيس، هل يحتم ذلك الكود أن يتم إدخال ذلك النوع ضمن بدائل المفاضلة وتحديدا في مشروع غير مسبوق وبذلك الحجز؟ بالطبع لا، وهذه ليست إجابتي بل هي إجابة المتهم نفسه حينما رفض استخدام ذلك النوع من المواسير في مشروع نقل المياه من مدينة أنشاص إلى مدينة الأردن، وأن العلة من الاختيارات المتاحة في الكود المصري وقتها هو استرشاد من حملوا الأمانة مثله للاختيار من بين الأنواع المناسبة للمشروع الذي سيتم تنفيذه على وجه التحديد، وليس من كافة الأنواع المطروحة بصورة مطلقة، وهو أمر يعتمد في الأساس على أمانة المكلفين وخبرتهم الفنية. والجدير بالذكر هنا يا سيادة الرئيس أن ذلك النوع من المواسير ذائع الصيت بمحاذير استخدامه على الصعيدين المحلي والدولي، بل وإنه لم يسبق تجربته داخل جمهورية مصر العربية حتى يتم استخدامه في مشروع قومي بذلك الحد. ثانيا، أن المتهم الأول بعد أن أقحم ذلك النوع من المواسير ضمن البدائل المطروحة للتقييم عظم من عناصره البالية حتى يمتاز بها كخفة الوزن في النقل، وكأنه مشفق على مركبات شركات التوريد من ثقل وزن البدائل الأخرى دون أن يشفق على مصير ذلك المشروع والبنية التحتية المتهالكة لذلك البلد. ولم لا وهو من وصف عنصر التركيب القويم لتلك المواسير والذي يضمن نجاح المشروع بالعنصر الثانوي. ثالث، غياب المتهم الأول بتعظيم نقاط التقييم المالي دون نقاط التقييم الفني لعلمه بأن ذلك النوع من المواسير هو الأقل سعرا وهو أمر غير متعارف عليه فنيا في المشروعات القومية الضخمة وفقا لشهادة كافة المختصين. وبذلك يا سيادة الرئيس حتم المتهم الأول على السلطة المختصة الترسية على معاناة ذلك المشروع القومي لتتكبد خسائر مصر خسائرا بمليارات الجنيهات تربيحا لباقي المتهمين العالمين بفساد البضاعة، فما ربحت تجارتهم ولا كانوا من المفلحين. وكيف يجتمع الفلاح مع أساتذة الفساد؟ بل وكيف يكون الأمل وقد أطل ثالوث الخراب الذي ألفناه في قضايا الإرهاب متطفلا بوجهه القبيح كذلك على قضية المال العام؟ بلى سيدي الرئيس، فلسخرية القدر أبت جماعة الإخوان الإرهابية إلا أن تكون ممثلة كذلك في قضية المال العام، حتى ولو كانت تلك القضية
بعيدة عن نشاطها الرئيسي في إتيان شهوة الدم، بل وأبت قطر وتركيا إلا أن تكون داعمتين لها كذلك في تلك القضية. فذلك الثالوث الإرهابي المظلم بأضلعه قطر وتركيا والإخوان حاضراً هنا في دعوان، يمثله المتهمان الثاني والثالث من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والمتحفظ على كلام ده ملوش وجود في القضية. لا احنا نقول لسعادتك الوجود فين؟ الوجود سعادتك ده في القضية موجود موجود مع ليك. واحنا احتراما للدفاع احتراما للهيئة الموقرة احنا هنرد على الدفاع. هتعزل لنا الهيئة الموقرة في الوصف؟ تجاوز عن حد النقاط سعادتك احنا محملين امانه ان النيابه العامه لما تيجي تقول كلمه في مرافعاتها تكون مسؤوله عنها، واحنا لهذه الامانه بنلتمس بان هنتجاوب احنا احتراما وانصياعا للهيئه الموقره. تفصيل فحصها للواقعة ذكرت ما هو نصه من المتهم التالي دول أموالهم متحفظ عليها بناء على قرار لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية، وده بعد تحقيق أجرته نيابة أمن الدولة العليا. فلما جت النيابة العامة ذكرت الأمر ده أمام هيئتكم الموقرة هي لم تذكره عبث، بل إن هي ذكرته من واقع أوراق طلب الدفاع نفسه ضمها. أنا كما ذكرت احتراما وانصياعا للهيئة الموقرة إحنا هنتجاوز هذا الأمر، ولكن إحنا في نفس الوقت ردينا إن اللي ذكرته النيابة العامة كان من واقع أوراق القضية التي طلب الدفاع نفسه ضمها لأوراق الدعوة. سيدي الرئيس.